خطة الدولة لمنظومة النظافة الجديدة تستمر المحطة الوسيطة بقرية بني خليفة بمحافظة بني سويف في تقديم كافة خدماتها لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين. الموقع في أصله كان مقلب عشوائي ناصر، تم استبداله من خلال مخطط الدولة لاستبدال النقط العشوائية بنقط وسيطة للتجميع أو نقط للتخلص الآمن. المكان بتاع المحطة الوسيطة هنا بيستقبل يوميا، وهو معد ومصمم لاستقبال ما بين 250 ل 300 طن يوم، بيستقبل مخلفات مركز ومدينة ناصر وبعض مخلفات القرى لمراكز المجاورة زي مركز ومدينة بني سويف ومركز ومدينة الوسطى. بيوصل للمصنع الخاص بإعادة تدوير المخلفات بمدينة الوسطى. على مساحة 1950 متر مربع بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، أنشئت المحطة بطاقة استيعابية 300 طن قمامة في اليوم، لتصبح ثاني محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية في هذا المجال. المحطة دي أنشئت بدعم من الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بمبلغ حوالي 18 مليون جنيه، وهي تخدم ثلاث مراكز، مركز بني سويف، مركز الوسطى، ومركز ناصر بكرة. وهذه المحطة أنشئت من أجل القضاء على المقالب العشوائية الموجودة التي كانت موجودة بهذه المنطقة والدخان الذي كان يسبب الأمراض لأهالي المنطقة. المحطة تعتبر إضافة نوعية لمنظومة النظافة بالمحافظة، خاصة وأنها تخدم حوالي مليوني في مدن ناصر وبني سويف والوسطى.